رجعنا من بعد الفاصل مشاهدينا لنبدأ أولى محاورنا مع ضيفنا حلقة اليوم، وتحديدا محور متى. كابتن فهد، متى دخلت الواسطة في الرياضة الكويتية؟ والله يعني كن اللي أنا عصرته وشفته ما أتوقع أن في واسطة في كرة القدم، وبالأخص يعني في الملعب ما في اتوقع اي واسطه تقدر تخلي اي شخص داخل الملعب الا المدرب يكون مقتنع فيه. يعني الكثير يوم ينادي في مستوى الكره الكويتيه يتكلم على السابق ويقول كره القدم والجيل الذهبي وهذه الامور دائما نتكلم فيها، لكن اليوم الناس قاعد تسال متى تعود الكره الكويتيه لسابق عهدها. اول شيء طبعا لكل زمان دوله الرجال، يمكن في السابق يعني مع احترامي طبعا لباقي المنتخبات، يمكن كان المنتخب الكويتي هو اقوى المنتخبات خصوصا على المستوى الاسيوي، يعني ما كان في منتخبات قويه نفس الحين. الحين طبعا في منافسات اكثر منتخب، حتى المنتخبات اللي انت مو متوقع ينافسونك الحين لا دشت بالحسبه. يمكن شفنا يعني خصوصا دول شرق اسيا اللي شفناهم الحين، حتى الفلبيني اللي لعبنا اياهم شفناهم شلون متطورين، ويعني في دول قاعده تشتغل عكس السابق، يعني كانت اكثر يعني من دولتين ولا ثلاث دول مع الكويت اللي كانت تقدر تنافس المنتخب الكويتي. وما نبخص احنا بحق المنتخب الكويتي السابق، بالعكس هم بنوا تاريخ الكويت، واحنا ان شاء الله نقدر نمشي على التاريخ ان شاء الله. كابتن فهد راضي على مستوى اداء المنتخب حاليا؟ والله شوف المنتخب يمكن يعني ما شفنا بطولة غرب آسيا، غرب آسيا يمكن كانت هي بطولة نوعا ما تكون تحضير لكأس الخليج. كأس الخليج طبعا الخسارة الوحيدة هي اللي أبعدتنا عن المباراة النهائية، يعني حتى الثالث الرابع شفت أنت مستوى المنتخب الكويتي كان مستوى جدا جدا راغي، ويعني خروج قبل المباراة قبل النهائية أتوقع أنت من يعني تعتبر فريق بطل. كابتن فهد، من ضمن الاشياء اللي حصلت معانا نرجع شويه لكاس الخليج وتحديدا مباراه الامارات، كان في كره كانت ممكن تنهي المباراه. نعم. اليوم هل ما زالت هذه الكره عالقه بذاكرتك؟ لا هي مو عالقه، يعني تقريبا انا بقول لك يعني يمكن اول مره اقول حق احد، يمكن انا اشوفها باليوم اكثر من 20 مره الكره هذه، يعني ودي ترجع الكره. ايش اقول لك يعني؟ طبعا هي الكره راحت، صح اني متحسف عليها، صح اني ودي اقول خصوصا في مباراه قبل النهائي مع المنتخب الاماراتي، لكن قدر الله ما شاء فعل. واتوقع احنا اخيرا ان شاء الله لتصفيات كاس اسيا هذه، والله يعوضنا فيها خير ان شاء الله. بصراحه ما ياك لوم من اللاعبين او من المقربين منك بعد انتهاء المباراه على ضياع الفرصه؟ لا طبعا ما في، يعني اخواني اللاعبين ما في اي لوم، طبعا بيلومون على الكره. يعني كل واحد يضيع، كل واحد يمر، يعني ممكن تكون تجربة هذه. أنا يمكن يعني مو مهاجم، صح أني أسأل على هذه الكرة، صح أني المفروض أكون أتعامل لها أكثر من اللي أنا سويته، لكن قلت لك في لحظتها يعني شوية يمكن فقدت التركيز أو فقدت التفكير في شلون أني أحطها بالجول. كابتن فهد، في موضوع يمكن صار له سنوات الناس تتكلم فيه وهو الاحتراف. اليوم احنا لا يمكن حتى نشارك في بطولات، كان نتكلم على دوري ابطال اسيا والسبب اليوم الاحتراف. اليوم اللاعبين انتم يؤثر عليكم موضوع الاحتراف لدرجه كبيره. شو تتوقع اليوم الفتره الجايه، هل ممكن ان الاحتراف هذا يطبق في يوم من الايام اللي تشوفونه بارض الواقع؟ والله اذا تبي وجهه نظري انا شخصيه لا، يعني ما اتوقع، يعني اقول لك مو حاط امل حتى لو 50% انه راح يطبق احتراف. ما اقول لك اني ما اتمنى، لا اتمنى، واتمنى ان يلتفت المسؤولين للاحتراف في الكويت، لكن يعني في ناس الحين تقول ليش مو متفائل؟ لا والله بالعكس متفائل، لكن يعني باللي اشوفه حواليه وبالمشاكل اللي قاعد تحصل ما اتوقع انه راح يصير في احتراف على الاقل، على الاقل في 3 سنوات القادمه. طيب اليوم في المنطقة الخليجية أو المنطقة العربية دائما يشهدون من اللاعب الكويتي، اليوم الكويت أحسن خامات عندهم، الكويت أحسن لاعبين عندهم، ولكن اليوم متى نرى اللاعب الكويتي في الملاعب العربية والملاعب الآسيوية؟ خليجي وصلنا، عندنا لاعبين مثلونا في السعودية، نعم، في قطر، في الإمارات، لكن اليوم نطمح إلى المستوى العربي، متى ممكن نوصل لهذا الشيء؟ طبعا شوف اللاعب الكويتي الأمانة، اللاعب الكويتي يقدر يمثل يعني يمثل الكويت في أي دوري، أي دوري يقدر يلعب.
حتى في يعني بعض الناس يعني وفي تجارب كثيره حتى في اوروبا يعني حتى في اوروبا يقدر اللاعب الكويتي يمثل الكويت خير تمثيل، وخصوصا يعني شفنا اكثر من لاعب في احترف بالخليج. اما الدوريات العربيه يعني صعب، يمكن صعب في اكثر من الدول، صعب اتوقع اللاعب الخليجي يتاقلم مع اكثر الدول العربيه. الخليج يقول يمكن يعني نفس جو الكويت، يعرف طريقه حتى اللعب يعني بالخليج يكون اسهل من الدول العربيه او الاسيويه. اين القصور؟ ما اسمع. اين القصور؟ والله القصور من الكل، ما اقول لك من جهه معينه، لكن في قصور كثيره، وان شاء الله اتمنى من الحكومه تلتفت لهذا القصور. اليوم بما ان نتكلم عن الاحتراف اليوم، هل فعلا كانت في مفاوضات لك مع نادي الاتحاد السعودي؟ طبعا كانت في مفاوضات مع نادي الاتحاد السعودي، لكن الصراحه انا اقول لك كان في يعني اما ما كان يعني خلاص لاخر يوم ان في اتصالات مثلا بيني وبين الوسيط اللي هو مع نادي الاتحاد السعودي. فقال لي خلاص كلم النادي، كلمت النادي، كان الموضوع خالص. لكن كانت في مشكله، هي كانت طبعا نظام اعاره يعني 3 شهور. كانت مشكله اني كنت راح اروح مع المنتخب اكثر من 20 يوم معسكر لمباراه كوريا تصفيات كاس العالم. طبعا كان في اجتماع لنادي الاتحاد السعودي ان عند الاجتماع اليوم الثاني راح يوافق على انك تقدر تسافر مع المنتخب، يعني يقول لك احنا موافقين تقدر تروح وتجينا بعدين ولا لا. فبعد الاجتماع اتصل فيني قال لي لا مو موافقين طبعا 20 يوم اكثر، يعني هو كل مده 3 شهور موافقين. ففضلت اني اقعد الصراحه مع المنتخب. ونادي القادسيه ما كان له دور في وقف هذه المفاوضات بصراحه؟ والله صراحه انا اقول لك اللي شفته قدامي وقفوا وياي وقفه، حتى من اخواني اللاعبين يعني خصوصا اخواني الكبار يعني في طبعا ما ابي اقول اذكر اسم لاعب، لكن اخواني اللاعبين كلهم بالتمرين وقفوا وياي قالوا احنا نتمنى انه يطلع ونتمنى ان تطلعونه. وحتى بالليل يعني اتصلت على كان في اجتماع مجلس اداره، كانوا كلهم موافقين ورايتهم بيضة صراحه على الموضوع. ما حزنت ان التجربه هذه ما صارت؟ طبعا احزن، لكن ما راح اوقف، يعني اتمنى اني اكون او اني اجرب نفسي في يعني فتره احتراف في احد الانديه، وان شاء الله ان شاء الله اكون قدها ان شاء الله. كابتن فهد محاورنا كثيره وللحين ما خلصنا، فراح نتواصل معك اكثر واكثر، لكن راح نطلع فاصل صغير نرجع لكم.